يا احمد، وزي ما احنا بنقول دايما، من يخرج من الاهلي من الباب الصغير لا يمكن ان يرجع الى الاهلي من الباب الكبير. ودايما يا احمد وقفنا عند حسين حجازي قبل كده، وقفنا عند لاعبين كتير مؤثرين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن يرحل من يرحل ويبقى من يبقى، ويظل النادي الاهلي بتاريخه ومبادئه ما بيقفش على حد ومش هيقف على حد. ويا بخت يا احمد اللي الاهلي سند ليه وجمهور الاهلي سند ليه. عايزين بقى نتكلم جمهور النادي الاهلي فعلا فارس، محبه الناس ومحبه جماهير النادي الاهلي هي جزء كبير جدا رصيدة من رزقك في الحياه، رصيدك. انا من وجهه نظري اغبى قرار ممكن يتاخد لاي انسان ان هو يزود رصيده من الماده على حساب رصيده من محبه الناس، لان محبه الناس هي الاكيد اللي باقيه. نروح بقى لمباريات القمه، والقمه 120